يا أستاذ، أي خدمة؟ ملقيش عندك حاجة حادقة. ليه؟ والحلو مش عاجبك؟ عجيب، بس الدكتور محرج علي. دكتور؟ دكتور مين؟ ليه يا عباس؟ أنت بتهدد إيه هنا؟ أصل نفسي مايعة وبدور على حاجة حادقة. طب اتفضل، ولما تعوز حاجة بطلبها مني. خلاص مش عايز حاجة، أنا مروح. هي دي حدة رسانة دي؟ ده ميت سنة كبيسة على دماغك إن شاء الله. إيه؟ إيه؟ إيه المياصة دي يا بنت؟ كامل مش معقول. ده كلام الله الكامل حبيبي حبيبي. الله يخليك، ربنا يخليك. وحشني وحشني. خلاص كفايه كتر السلام يا المعرفه. مساء الخير.